ولتسليط الضوء أكثر على انتهاكات النظام السوري ضد المدنيين واستخدام الأسلحة الكيميائية، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر نجار. أهلا بك معنا سيد ياسر. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بك سيد ياسر. يعني على الرغم من الإدانات الدولية التي طالت نظام الأسد باستخدامه الأسلحة الكيميائية، إلا أن مجلة فورين بوليسي في تقريرها تقول أن بإمكان موسكو إفلات هذا النظام من العقوبات، حقيقة ما هي الأدوات المتاحة لدى روسيا لفعل ذلك؟ يعني بداية نستطيع أن نقول أن روسيا منذ البداية هي التي تحمي نظام بشار الأسد من أي يعني عقوبات تمارس عليه، وأنا بتصوري هي مسؤولة بشكل واضح على استمرار بشار الأسد لمثل هذه العمليات والانتهاكات الدولية واستخدام الأسلحة الكيماوية، كونه يجد أنه هناك حليف يمنع من أن يمارس بحقه أي يعني عقوبات. هذا من جانب. من جانب آخر بتصوري روسيا لم تخفي نفسها باستخدام الفيتو لعدة مرات، ويعني في عام 2018 لمرتين متتاليتين في خلال يومين حول عدم تجريم وتسليط الأضواء على انتهاكات بشار الأسد لاستخدام السلاح الكيماوي. بتصوري روسيا هي التي أيضا منعت وأوقفت ما يعرف باللجنة التحقيق المشتركة التي هي صادرة عن قرار الأممي، بتصوري كانت مسؤوليتها في إيقاف مثل هذه التحقيقات، ودائما لطالما كانت روسيا يعني تصنف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن تقاريرها مسيسة. إذن روسيا هي التي تساهم في استمرار عمليات استخدام الانتهاكات في استخدام السلاح الكيماوي من خلال بشار الأسد، سيما وأنه يعني لديه استقرار واطمئنان بأن روسيا ستستخدم دائما حق النقض الفيتو لعدم توجيه أي اتهام وتجريم مباشر له. نعم، يعني بالمقابل هل ترى لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن مساحات لربما لمعاقبة الأسد على جرائمه باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، ومن ثم يعني الرئيس الأمريكي يستطيع الهروب من حق روسيا في الاعتراض في مجلس الأمن لمعاقبة الأسد؟ يعني بتصوري بداية هناك منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لديها استحقاق في خلال 10 أيام القادمة في الشأن السوري. بتصوري هناك يعني أدلة وقرائن واضحة وجلية ستقدمها منظمة الحظر الأسلحة الكيماوية في عملية تجريم نظام الأسد. تستطيع هذه المنظمة يعني أن يكون لديها دور فاعل في الضغط على مجلس الأمن من أجل اتخاذ توصيات تحت الفصل السابع، وفيما إذا كان هناك يعني فيتو روسي كما هو متوقع دائما، تستطيع المنظمة الانتقال إلى ما يعرف يعني الجمعية العمومية لمجلس الأمن. نحن نتكلم عن قرار 21 يعني من قرارات مجلس الأمن الذي يجرم استخدام السلاح الكيماوي، وأيضا نتكلم عن قرار 337 قرار الاتحاد من أجل السلام الذي هو من خلال خلاصة الجمعية العمومية للأمم المتحدة. أما بالنسبة للإدارة الأمريكية فبتصور الإدارة الأمريكية لما تزال تختبئ خلف يعني بعض المؤسسات الدولية، لطالما فهمنا أن الإدارة الأمريكية غير متخذة قرارا حاسما بمعاقبة بشار الأسد عبر استخدامه وانتهاكاته لاستخدام الأسلحة الكيماوية، ولكن الإدارة الأمريكية حتى هذه اللحظة لم تتخذ إجراءات رادعة باتجاه هذا النظام لأجل الوقوف بهذه الانتهاكات، وبالتالي سيكون قرار الأمريكي داعما لقرار منظمة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أكثر منه قرارا فرديا. نعم. خارج إطار المجلس. شكرا جزيلا لك المتخصص في الشأن السوري ياسر نجار، كنت ضيفا عبر الهاتف من اسطنبول.